مرحبا، أجمل شعور ممكن يحصل عليه الإنسان هو الحب، أن يكون داخلك ممتلئا بالسعادة ومشاعر الطمأنينة الدافئة وأنت برفقة من تحب هو أثمن هدية ممكن تقدم لنا إياها الحياة، ولكن شي مرة شعرت بأنك وحيد حتى بالأوقات اللي بتكون موجود فيها بين مجموعة كبيرة من الناس؟ مشاهدينا موضوعنا لهذه الحلقه بعنوان مشاعر الوحده والفراغ العاطفي وضيفتي بالاستوديو الدكتوره نور الحسن رح تقدم لنا معلومات كثيره فاذا كنتم جاهزين للمواجهه خليكم معنا اهلا وسهلا فيكي دكتوره نور اهلا وسهلا فيكي بدايه دكتوره موضوعنا لليوم حساسه بهم عدد كبير من الاشخاص صحيح. كيف بيعرف علم النفس مصطلح الفراغ العاطفي بداية خلينا نقول انه الجسد والروح هن وجهان لعمله واحدة او الجسد والنفس هن وجهين لعمله واحدة مثل ما بيجوع الجسد ومنعطيه الغذاء والماء والحاجات الفيزيولوجية كمان الروح هي بحاجة لغذاء وغذاء الروح هو الحب مثل ما حضرتك حكيتي لما بنحكي عن الحب فهي مشاعر من المشاعر الأساسية اللي نحن بحاجتها او بنعيش عليها او بنقوم بعلاقاتنا على أساس هذا الحب والشغف لحتى ننجح بعملنا لما بنحكي عن الفراغ العاطفي او الوحده النفسيه خلينا نقول هي حاله بتصيب الانسان كواء. سواء كان ذكور او اناث سواء كان رجال او سيدات سواء كانوا بمرحله المراهقه وللاسف انه هذه المرحله بتكون موجوده اكثر بمرحله المراهقه كونه هي مرحله حساسه مرحله م. هون الطفل او الشخص بيكون بحاله النمو الانفعالي وبحاجه للاحتواء وبحاجه للاحساس بوجوده والاهتمام فيه واعطاء الوقت الكافي له فهو كمراهق ما عم يلاقي هذا الاحتواء وبالتالي بيصيبه نوع من الفراغ العاطفي. هذا ما بمنع إنه نحن ككبار حتى ممكن يصيبنا هذا الفراغ العاطفي أو هذا الوحدة النفسية يلي بتجي نتيجة مجموعة من الأسباب ومجموعة من الظروف. ممكن نحكي عنها لأ بعد شوي بشكل مطول. أه. تمام دكتوره ليش دائما بنربط فكره الحاجه العاطفيه بوجود الشريك العاطفي بحياتنا مع انه الحب في له عده اشكال مثل الاهل والاصدقاء وغيرهم تمام حسب العادات والتقاليد اللي نحن عم نمشي عليها وحسب الثقافه اللي تربينا عليها فبنلاقي انه نحن حتى تعبيرنا عن مشاعر الحب بتلاقيها هي دائما مكبوته او مم. ممنوع نحن نعبر عن مشاعرنا بالحب فبتلاقي البنت اذا بلشت تحب او بدها تعبر عن مشاعر الحب بتلاقي مني الا لا ما بتصير عيب حرام آه كمان الشاب نفس الشيء اذا بده يعبر عن هذه المشاعر فبتلاقي في في قيود في حدود في عادات في تقاليد معينه عم تخلينا نحن نوقف عند نقطه نقطه وما تخلينا نعبر عن هذه المشاعر فبالتالي نحن دائما رابطين الحب بالجنس الاخر رغم انه نحن في علاقه والحب بيبدا بي بعلاقتنا بالاسره وبالجو كيب. الاسري اللي هو مليء بالمحبه ومليء بالعاطفه ومليء بالاحترام مليء بالثقه اللي بتبني شخص شخصية الطفل وبتخليه هو كائن اجتماعي بالنهاية قادر انه يعطي الاشخاص الاخرين العاطفة والحب والانتماء، فهون قديش هاي الاسرة عم تعطي اطفالها هاي المحبة بتلاقيه مم. هو مانو بحاجة انه يكون بالحب مع الشريك او حب من مم. الاشخاص الاخرين او ممكن يقول بالعامية ينضحك عليه بكلمتين حلوين، فالاساس هو الاسرة والاساس ممكن. هو الخلية الاولى يلي هي عم تعطي هذا الطفل الحب والعاطفة والاحترام وتنمية الثقة بالذات يلي من خلاله هو بيقدر يتوجه للمجتمع وبيقدر يشكل علاقات ان كان مع الصداقات او ان كان مع الجنس الاخر، لكن كتربيه وكعادات وكتقاليد نحن بنوجه الحب او كلمه تمام. حب بنربطها دائما بالشريك الاخر وخاصه للفئات او لعادات او مجتمعات معينه بتربط هذا الحب بالجنس الاخر. تمام دكتوره خلينا نبلش نحكي عن الاسباب، شو هي اسباب شعور الانسان بالفراغ العاطفي؟ اول سبب للشعور بالفراغ العاطفي هو الاسره او فقدان الحب من الاسره مم. كاسره نحن كثير ضروري كاهالي او كمقدمين رعايه لطفلنا او طفلتنا ان نحن نقدم لها هاي الحب وهي المشاعر ونحسسها بقيمتها وبوجودها باهميه وجودها بحياتنا كطفله او كطفل بهي الاسره ضمن هي الاسره فكثير مهم نحن لما نحكي عن العاطفه وعن الحب لما يكون السبب الاول والاساسي هو الاسره فقد ما بتعطي هذه الاسره عاطفه وحب وثقه بالنفس لهذا الطفل قد ما هو بينعكس على المجتمع الخارجي. كمثال انا بقدر شوف بنتي عم تطلع بالمرايه وشوفها مبسوطه بحالها بمرحله من المراحل وخاصه كمراهقه، وانا قلها انه انت كثير طالعه حلوه انت مثل القمر، فهي قديش زادت ثقتها بحالها وقديش شافت هذا الكلام حلو وقد ما سمعته من الشارع ما حيعني لانه في شخص عبالة واشبع لها الحاجه وهيدي الرغبه موجوده. بعكس الاهل الثانيين اللي ممكن يشوفوا بنتهم واقفه على المرايه عم تطلع نص التطليعه ومبسوطه بحالها وبكون رده فعل الاهل انه شو هالسخافه او ليش عم تطلعي مفكره حالك حلوه فهي العبارات السلبيه رح تكسرها رح تخليها انه هي بحاجه انه حدا يعزز لها ثقتها بنفسها فهي اول حدا بالشارع ممكن يكون الا انت كثير حلوه فهي رح تلجا لهذا الشخص ليلبي يلبي لها هيدي الحاجه فالسبب الاساسي هو الاسره اثنين هو فقدان الثقة بالنفس، فقدان الثقة بالنفس إنه أنا كشخص ما عندي ثقة بقدراتي، ما عندي ثقة بإمكانياتي، حبي لذاتي مفقود فبالتالي أنا ما عم بقدر أعطي الأشخاص الثانيين محبة تقديره لذاته منخفض تماماً، فبكون في عندي فراغ عاطفي لأنه هو كشخص ما عنده حب لحاله فهو كيف بده يحب الأشخاص الآخرين؟ مم. هو ما عم يقدر يشوف ويقدر الإمكانيات والمهارات والقدرات مم. اللي هو بيمتلكها وبيتميز فيها عن الأشخاص الآخرين هو كشخص اذا أنا قاعد يشوف حاله فهو بيتميز عن باقي الاشخاص الاخرين بشيء معين يعني ان كان ضمن الاسره كان ضمن اخواته ان كان ضمن الاصدقاء او ان كان ضمن زملائه بالعمل وحتى هو بينه وبين حاله بيكون في شيء مميز فخليه يدور عليه مم. فبيلاقيه هون بتقوى الثقه بالنفس السبب الثالث للاحساس بالفراغ العاطفي او الوحده النفسيه عدم وجود اصدقاء صادقين خلينا نقول للاسف نحن صرنا بزمان انه صرنا بصداقه المصلحه اذا ان صداقات سميناها صداقات هي علاقات المصالح ما بقى في هذه الصداقة الحقيقية أو ما بقى في هذي الصداقة يلي أنت فعلا وقت تحتاجي بتلاقي هذا الشخص موجود ما عم يحكي معنا كصداقة لمصلحة معينة ما عم يسألني كيفك لأنه هو بحاجة شيء معين ففقدان هذه الصداقة فكمان بخلي عنا نوع من الفراغ العاطفي السبب الاخير هو الفراغ، الفراغ بحد مم. ذاته، فراغ يعني بحياتنا. الفراغ بحياتنا الفراغ الفراغ اللي هو بيوصلنا للفراغ العاطفي، انتجت كثير افكار عم بتدور براسنا بقى بتصير هون اجترار الافكار وكم الافكار الهائله اللي بيجي على راسنا بسبب هذا الفراغ مم. وبسبب هذا الملل وبسبب عدم وجود شيء عم بيعبي لنا حياتنا وبصير في عنا نوع من الفراغ العاطفي كل هاي الاسباب مجتمعه مع بعض البعض بتأدي لوجود نوع من الوحده النفسيه ونوع من الفراغ العاطفي فبالتالي بتلاقينا نحن دائما عم نفكر بطريقه سلبيه بتلاقينا دائما عم ن... ما عندنا هيدي الصداقات عم نتنقل من صديق لصديق من من رفيق لرفيق لحتى نعبي هذا الفراغ بالاضافه للخيبات والصدمات اللي نحن عم نتعرض لها يعني نحن كاشخاص آه، عنا جوع عاطفي لانه ما عندنا اشباع لهي العاطفه، فبتلاقينا دائما بحاجه لشخص يعبي لنا هي العاطفه او يملي لنا هذا الفراغ اللي موجود فينا او يحسسنا بوجودنا. تمام دكتوره في جمله بنسمعها من, من كثير اشخاص يمكن كلياتنا اختبرناها انه بنقول انا حاسس حالي وحيد بالرغم من انه موجود حوالي كثير عالم وكثير اصدقاء وبطلع وبفوت بس مع هيك انا برجع اخر النهار بحس بالوحده النفسيه، شو هو السبب؟ هلا هون فينا نقول الاغتراب خليني اقول، اغتراب يعني انت ضمن ضمن أنا غربه انك انت طلعتي برا البلد ومرات ثقافتك مم. وعاداتك وتقاليدك واهلك صرتي بغربه انت ضمن البلد وضمن الاسره عم تحسي بالاغتراب، سبب هذا الاغتراب او سبب هي الوحده اللي عم يشعر فيها هذا الشخص رغم كل وجود الاشخاص الاخرين عدم تلبيه الحاجه اللي هو فعلا بده اياها مم. واللي هو احساسه بتقدير ذاته، احساسه بقيمته، حدا يخليه يوثق بنفسه اكثر، حدا انه يحسسه انه هو شيء عظيم وموجود بحياتنا، شيء اللي عم يعمله كثير مفيد وكثير مهم بالنسبه لنا. عدم وجود هدول الاشخاص بخلينا نحس بالغربه عدم ثقته بحاله بالامكانيات اللي عم يعملها بينطر دائما التقدير من الأشخاص الاخرين او التحفيز من اشخاص الاخرين او التعزيز من الاشخاص الاخرين بدل ما يكون هو نابع من ذاته فبتلاقي دائما هو حتى ضمن انه كل الاشخاص <applause> موجودين عنده فهو بيلاقي حاله وحيد وما بحس انه في فقدان ثقه بنفسه فهو ما بيكون عنده ثقه بالاشخاص الاخرين انه لا هو عم يحكي معي مصلحه فبتلاقي انه هو حتى لو كان الشخص الثاني صادق كثير معه هو ما بيوثق فيه لانه اصلا هو ما عنده ثقه بحاله. تمام، دكتوره مثل ما حكينا انه ممكن تكون مشاعر الوحده والاحساس بالفراغ العاطفي تكون سبب لدخولنا بعلاقات سامه او تجارب مم. عاطفيه صحيح. فاشله، نكتشف مع الوقت مع الوقت انه هي ما بتليق فينا، كيف فينا نتجنب الوقوع بهي العلاقات السامه اللي بتستهلك من وقتنا ومن مشاعرنا بس لانه بنكون عم ندور على شخص يعبي لنا هذا الفراغ اللي تمام. حاسين فيه؟ آه سؤال كثير حلو خاصة نحن اذا بدنا نحكي كاشخاص بالغين يعني مم. او راشدين بعدين آه يعني نحكي على الاطفال كيف نحن لازم نحميهم مشان ما يوصلوا لهي المرحلة كاشخاص راشدين احنا كثير مهم ما نوقع بهيدي العلاقات السامة او هي علاقات لمجرد انه علاقة مجرد اشباع حاجة مؤقتة ما عم تكون حاجة دائمة خليني ادور او يكون عندي آه احساس ذاتي وداخلي من جواتي انا آه شو الشيء ناقصني وشو الحاجة اللي انا بدي اياها وشو الشيء اللي عم بلبي اياها الطرف الثاني لحتى انا عم بشعر معه بالسعاده او هل هو هذا الشيء عم بيكون مؤقت او هو شيء دائم، هل هو صار عادي او هو صار شخص مهم بحياتي فعلا، فهيدي هل هو عم يستغلني ولا هو صادق بنفس الوقت، لما بنعرف اجابه لهي الاسئله نحن بنقدر نطلع منها ونحمي حالنا بكتير بكل سهوله. الشغله الثانيه نحن قلنا من الاسباب هو الفراغ العاطفي الفراغ، فنحن لازم نملي وقتنا بكل الهوايات، بكل الاشياء اللي نحن بنحبها، وجودنا مع اشخاص إيجابيين، وجودنا مع الأصدقاء وخاصة نحن هلأ مثلا بفترة نحن دائما في عجقة شغل، في عجقة عمل، مشغولين دائما دوبنا نلحق نشوف أهالينا، فلا خلي وقت شوي لحالنا نشوف رفقاتنا اللي كتير غاليين علينا، نشوف حالنا نحن من جوا شو بنحب شو بنكره، نعمل الشيء اللي بنحبه، لما بتملي أنت وقتك فأنت ما بقى بيكون في عندك مجال للأشخاص الثانيين اللي هنون ما بيعنولك أو ما بيخطروا على بالك بقلب النهار، فبتلحسي إنه هذا الشخص هو هو فعلا ما بيعني لي هو مجرد حاله عابره مرقت فتره هيك مرقت وبتمضى ممكن نقدر هو نشوف مشاعرنا بطريقه اوضح او اصح تمام يصير في انعكاس لمشاعرك مزبوط يعني قدرانه تعكسي مشاعرك قدرانه تعيشي مشاعرك صح قدرانه تلمسي حاجتك من جوا شو هي لحتى هو لبالك ياها هل هي حاجتك للتقدير فانا بقدر ذاتي لحالي هل مم. هي حاجتك للامان فانا ممكن الاقي الامان مع اشخاص ثانيين ممكن يكونوا مناسبين فعلا لي اكثر من هذا الشخص وخاصه بدنا ندرس الجوانب المحيطه بهذا الموضوع كل ما كنا واعيين اكثر لهاي السيره واعيين لحاجاتنا اكثر واعين لمشاعرنا اكثر واعيين لسلوكياتنا اكثر بنقدر نتصرف بطريقه صحيحه تمام دكتوره في سؤال كثير بحب اساله، شو الفرق بين الحب وبين التعلق العاطفي او الحاجه العاطفيه اللي بتخلينا نختار يمكن اشخاص نكتشف بعد فتره انه هن ما بيليقوا فينا. الحب هو نوع من المشاعر وهي حاله من الحالات اللي بتتضمنها مشاعر الفرح والحزن والغضب الاساسيات يعني هن المشاعر اربعه اساسيين، فهي المشاعر الاربعه بتلاقيهم مدموجين مع بعضهم ليشكلوا نوع من الحب، فانت بالحب بتعيشي السعاده وبالحب بتعيشي الحزن وبالحب بتعيش الغضب بتعيشي الغيره، بتعيشي حاله الاشمئزا الإزعاج كل الحالات بتعيشي مع هذا الحب ببدايه الحاله لنهايه الحاله بتعيشي كل هاي المشاعر اما التعلق العاطفي فهي بتجي نتيجه الفراغ العاطفي يعني أوه. انا ما عندي شيء ملبى جواتي من لما كنت طفله وبالتالي انا اي شخص عم بيلبي لي هاي الحاجه جواتي انا عم بتعلق فيه باللا شعور عم بتعلق فيه عم يعجبني عم بيلبي لي حاجه عم بحس معه بامان ما بقدراني اتخلى عنه صار هو شيء مهم بحياتي فهو هذا الفرق بين انه الحب كمشاعر المشاعر هو شيء كثير سامي التعلق العاطفي هون صرنا بحاله مرضيه يعني انا لازم هون انتبه على حالي لانه انا كل ما عم بتعلق كل عم ما عم بمشي نحو الهاويه لانه هذا التعلق بالنهايه هو تعلق مرضي هو تعلق راح يوصلني لمرحله انه رح يأذيني ويأذي الطرف <applause> الثاني يعني ممكن يكون الطرف الثاني هو متعلق فيه ممكن شايف فيه صورة أمه ممكن أنا شايف فيه صورة أبي ممكن يكون هو شايف فيه صورة الحبيبة يلي كان بحبها فهو <applause> عم يتعلق فيه بطريقة معينة ما عم بحبني كشخصي أنا لحالتي أنا فهون اسمه التعلق هون صرنا بحالة اضطراب وهون صرنا بحالة مرض أنا لازم أتخلص منه أما الحب هو كمشاعر هو مشاعر جميلة ممكن تنتهي هيدا الحب او يستثمر او يصير ثمره هذا الحب هو زواج وانتاج اسره خلينا نقول تمام دكتوره يعني كثير مهم انه الانسان يعرف انه انا هذا الشخص فعلا بحبه او انه فتره انا تعلقت فيه تمام. لاسباب حكينا عنها، تمام. دكتوره كثير من الاشخاص اللي بتعاني من الوحده او الشعور بالفراغ العاطفي ممكن فعلا تنصاب بمرض الاكتئاب، يم. شو هو السبب وايمتى بيتطلب الامر تدخل الطبيب او المعالج النفسي؟ تمام هلا الاكتئاب هو من الاعراض تبعه هو العزله او الوحده خلينا نقول او خلينا نقول كمان انه هو شخص ما عاد بيشعر بالمتعه بيفقد اللذه بكل ما بقى في شيء الاشياء اللي كانت تسعده ما بقى بتعني له شيء بالاضافه لمشاعر الحزن اللي هي كلها مشتركه مع الوحده النفسيه او الفراغ العاطفي اللي هي عم تكون فيها بالاضافه انه هي بتكون غالبا نتيجه صدمات او خيبات امل خيبات أمل متكرره فهو بصير فاقد للثقه بالاخرين ما عاد عنده ثقه بحاله صار في عنده لوم لذاته انه يمكن انا السبب او لوم للاخرين في عنده نوع من العصبيه في عنده نوع من العزله والمشاعر فبتصير هون فات بمرحلة الاكتئاب، هاي الأعراض المشتركة بيناتهم بتخلينا نوصل للاكتئاب وبالتالي هون إذا ما كان في إذا كان لساته بدرجة متوسطة للشديدة لثلاث شهور قدرت إني أعالج علاج سلوكي معرفي نعدل من هاي السلوكيات نعدل من هاي الافكار يعني نقدر نحن ما ابقى لحالي اقدر اطلع مع رفقاتي انه انا ما جاء بالي اكل اكل ما قدراني نام نام هي السلوكيات اللي انا عم منها او الاعراض اللي عم أعاني منها اذا قدرت اتخطاها بشكل سلوكي معرفي لحالي تمام لا. إذا ما قدرت فهون أنا كثير بحاجة لوجود لو طبيب نفسي يرفع عندي هرمون السيروتونين هرمون السعادة لأنه بهي المرحلة أنا بصير في عندي انخفاض بهرمون السعادة اللي هو السيروتونين مم. انخفاض بالدافعية انخفاض بتلاقي إنه هو ماله حيل بتلاقي إنه هو حزين جدا بدون أي سبب تمام فبتلاقي هيدي التراكمات كلياتها وصلت لهي المرحلة فهون كثير ضروري يكون في تدخل للطبيب النفسي مع المعالج مم. النفسي اللي راح يصحح أفكار ويعدل سلوكيات عم بيعاني منها المريض: تمام دكتورة رح نكمل حوارنا سوا بس خلينا نروح لفاصل قصير وبنرجع. رجعنا معكم مشاهدينا من بعض الفاصل وبرحب فيكي عن جديد دكتوره نور اهلا وسهلا فيكي دكتوره مثل ما حكينا انه الانسان بيتعرف على مشاعر الحب لاول مره مم. بالبيت يلي ولد فيه عن طريق الام والاب طبعا. هون قديش دور الاهل مهم بتقديم هيدا المشاعر للطفل تزويده بكل مشاعر المحبه والثقه بالنفس لحتى لما بده يطلع للعالم الخارجي ويكون علاقات صداقات او علاقات حب ما يكون عم بدور على اشخاص لتعبيله هذا الفراغ اللي ما قدر انه يحصل عليه من أهل.

سؤال كتير حلو خاصة انه نحن كأسرة أو كأهل دائما بيتفكر بيفكروا أو تفكيرهم بيكون إنه أنا عم لبي حاجات ابني الفيزيولوجية المادية فهو فهو بقمة السعادة، يعني أنا عم جيب له شو بده شو بحاجة ما عم نقص عليه شيء، عم بيكون أحسن طفل عم لاعبه كل الأمور بالسليم فهو لازم يكون نفسيا سليم، للأسف إنه نحن كأب وأم دورنا أكبر من إنه أنا لبي حاجات ابني المادية أو لبي حاجات ابني الفيزيولوجية وانا ما في عندي شيء اهم هو الاشباع الروحي اللي يعني انا ما قد الكم الهائل من الساعات اللي يعني انا راح اقعد فيهم مع ابني على قد ما بيهمني النوعيه او الشيء المعنوي اللي عم اقدم له اياه لابني بهيدي الساعه لما انا بدي اقعد معه واحكي معه واعرف شو هو بحب وشو بيكره لما انا بدي اعرف شو اهتماماته لما بدي اعرف من اصدقائه لما بدي اعرف كيف كان نهاره بالمدرسه لما اعرف شو بحب لما شاركه بالهوايات لما شاركه باهتماماته هيدي كلياتها اشباع عاطفي لما انا بدي اغمره قبل ما ينام واغمره لما يرجع من المدرسه لما يكون في توزيع عادل بالمحبه بين الاطفال هيدي كلياتها اشباع عاطفي لما انا بدي اعزز ثقته بنفسه اشكره على التصرفات وعلى الافعال اللي عم بقوم فيها كلياتها بتلعب دور كثير مهم بثقه الطفل بنفسه واشباعه العاطفي لهذا الموضوع هي التفاصيل الصغيره اللي يعني عم نحكي عنها يلي بتكون صدقني آه لما بيكون جنين ببطن بي آه بي 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 أمه لحتى يصير عمره ست سنين هاي المرحلة كلها بتأثر بالطفل بشكل كتير عالي لما بيكون الطفل جنين ببطن أمه بيشعر قديش بي هو مرغوب بالأسرة بيسمع صوت أمه بيسمع صوت أبوه بيعرف أنه هو قديش في حماس لحتى هو يجي لما بتولد بيصير بمرحلة الولادة وأول لحظات الولادة وبيكون على حضن أمه بساعات الولادة الأولى بيشعر الطفل بأنه هو مقبول بهاي الأسرة أو هو غير مقبول ومرفوض قبول الطفل بهاي المرحله كثير بيلعب دور بانه هو يكون مشبع عاطفيا وقادر يعطي يحب حاله ويعطي الاشخاص الاخرين هذا الحب وهي العلاقات الاجتماعيه الصحيحه طبعا. فالاسره لها دور كثير كبير ولها دور كثير وللدور الاول والاساسي لزرع هي هاي المشاعر الصحيحه عند اطفالنا ولاشباع هاي المشاعر بطريقه صحيحه حتى ما يلجا للعالم الخارجي ويعبر عن هاي المشاعر بالعالم الخارجي مم. حتى لما ابننا بيجي وبيقول بمرحله من المراحل انه البنوته بالمدرسه كثير حاببته او هو بحبها او معجب فيها كثير عادي وطبيعي هاي المشاعر لانه عم تتشكل فكثير مهم نحن كاهالي نتقبل الموضوع ونقول له انه هاي مشاعر كثير حلوه عم نعيشها ورح نعيشها نعبر عنا ويعبر عنا مثل ما نحن عم نعبر له هو رح يعبر فهو عم ينقل لنا هيدي الثقة، فنحن عم نبني جسر ثقة، أما إذا اجيت وقلت له لا وما بصير وعيب وحرام وكيف بتحكي هيك؟ فهو تأكد إنه نحن كسرنا جسر الثقة، هو ما بقى يحكي لنا أي شيء عم بصير معه. يمكن هيك علمناه يكتم مشاعره وما يعبر عنها. يكتم مشاعره، يكوت المشاعر، علمناه يكذب، علمناه إنه آه إنه هذا الشيء ما بصير أبداً إنه يعبر عنه، يعني حتى لو كان هو مشاعر بريئة وطاهرة ولساته آه يعني طاهرة. قهر يعني هدي المشاعر وهو راح يضطر انه خلص ما يحكي عنها لانه هي عيب هيك قالت ماما تمام تمام او بابا فكتير الاسره له دور كثير مهم واساسي أنه هي تعلم الطفل كيف يعبر عن مشاعره لما بيشوفنا عم نعبر عن مشاعرنا كيف يحكي ويعبر عن عن حاجته مثل لما نحن بنعبر عن حاجتنا الطفل بيقلد وبتقمص الشخصيه اللي قدامه اللي هي الاب والام او مقدم الرعايه اللي عم يعطي هيدا العاطفه هو كيف بيكون بيتعلم منه الطفل مم. اما نحن اذا نقعد نحكي تنظير ونحكي معه لازم 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 وما يشوفنا احنا وما يشوف السلوك هذا فهو أول. ما راح يتعلم ابدا خلينا فخلينا نحن نتعلم الحوار نتعلم نعبر عن مشاعرنا نتعلم نقول الكلمات البسيطه اللي من كلمه شكرا واسف وبحبك واشتقت لك لا لاكبر لا المفاهيم، فهو كلياتها بيتعلمه الطفل بهذه المرحلة. تمام، ممكن دكتورة الأهل يفكروا هي الكلمات عادية أو يمكن ما لها لزوم، بينما الطفل إذا ما حصل عليها منهم بيصير بدور عليها مثل ما حكينا بالعالم صحيح. الخارجي. دكتورة ما فينا ننكر حاجة كل شخص منا لوجود الشريك العاطفي بحياته، أكيد. يمكن هي الرغبة بتتغير من مرحلة عمرية للثانية، ولكن في حال ما توفر الشخص المناسب حالياً بحياتنا، كيف فينا نعبي هذا الشعور بالفراغ العاطفي؟ هلا وجود الشخص المناسب اكيد ما في شخص 100% مناسب لنا لانه بالنهايه اذا ما في حدا حاليا بحياتنا تمام ما الكمال مو لنا الكمال لا نحن 90% خلينا نقول اذا بيجي 70 75 60% بيكون كثير منيح مم. بس نحن حتى انه ما في شخص او ما في حدا بحياتنا عايشين هاي الحاله العاطفيه خاصه بمرحله من المراحل بيكون في عندنا الهرمون الامومه موجود عاطفه الامومه موجوده او حتى عاطفه موجوده وبرغبه فبنلاقيها مفرغه باولاد اخواتنا او اولاد الجيران او رفقاتنا تلاقينا انه في عاطفه تجاه هدول الاطفال منفرغه عنا بهذه الطريقه اما كفراغ عاطفي فلنا نحن انه نحاول نملي وقتنا بطريقه ايجابيه نملي مم. وقتنا بهوايات بمهارات الرياضه بتلعب دور كتير كبير انه نحن نخفف من هاي الافكار والمشاعر السلبيه اللي عم تمرق علينا لانه هي بالنهايه الفراغ العاطفي اذا بده يبقى لفتره طويله هو راح يوصلنا للاكتئاب مم. انا لحتى ما اوصل الاكتئاب خليني بعد عن هذا الموضوع باني انا ملي وقتي كلمة الفراغ تصير ممتلئة بصداقاتنا بعلاقاتنا مع أسرتنا مع أهالينا مع أخواتنا بهواياتي أنا بحبها برياضة المشي اللي تلعب دور كتير كبير بأنه نحن نخفف من هاي الطاقة السلبية الموجودة عندنا دكتورة مثل ما حكينا الحب مشاعر حلوة مثل السعادة مثل النجاح الإنسان دائما بيدور عليهم خلال مم. حياته ولكن لما بنسلم مفاتيح هيدي المشاعر للأشخاص الآخرين ونخليهم هنن المتحكمين بشعورنا بالفرح أو بالإشباع العاطفي فهي الأحاسيس رح تختفي بالوقت يلي بيقرروا انهم يتركونا فيه، صحيح. هون قديش مهم الانسان يكون مكتفي بذاته اولا وقادر انه يسعد نفسه ويكون يعني هو مصدر الحب لنفسه اولا لحتى اول شيء يقدر انه يحب الاشخاص الاخرين وتانيا ما يضل عم بدور على اشخاص يمكن يكونوا خطا لحتى يعبوا له هذا الفراغ الموجود جوات قلبه. في عباره كثير حلوه بتقول انه حب نفسك لتقدر تعطي الاخرين الحب تمام وحتى ما تكون انت بحاجه الاخرين، وقدر ذاتك حتى ما تحتاج لتقدير الاخرين كل هيدا نحن ككائن اجتماعي بالنس... بالنهايه الانسان كائن اجتماعي بحاجه الاشخاص الاخرين وما بيقدر يعيش لحاله، بس كثير مهم نحن يكون عندنا حب لحالنا، حب ذاتنا ويكون م -م. في تقدير لذاتنا ومهاراتنا وقدراتنا، لما يعني بيكون في عندنا هذا التقدير ويكون عندنا هذا الحب نحن بنكون قادرين نعطي الاشخاص الاخرين وبنفس الوقت ما اتكاليين، م -م. هذا اللي نحن عم نحكي عليه انه الاهل يعلموا لاولادهم ويعلموا لاطفالهم، حتى نحن ككبار بنقدر نحن نعيش بهذه الحالة ونعزز هذا الموضوع بالنسبة لنا بعباراتنا الإيجابية التوكيدية كل يوم والإمتنان بنهاية اليوم لشيء حلو صار معنا يمكن نكون ممتنة لشوفير التاكسي اللي وصلني اليوم خلاني اكون سعيده اني انا وصلت بكير ممكن اكون ممتنه لفنجان القهوه اللي شربته اليوم مع امي خلاني كثير مبسوطه هي العلاقات وهي التفاصيل البسيطه اللي نحن بنكتبها او بنعبر عنها بنحكي عنها بتخلينا نكون سعداء عبارات التوكيديه اللي انا ببدا فيها كل يوم ب... بعبارات ايجابيه انه انا واثقه بحالي انا بحب حالي انا منيحه انا اليوم رح يكون كثير رواء هي العبارات الإيجابية بتعطيكي طاقة لقدام بتعطيكي طاقة لتمشي باليوم كتير واضحة يعني وبتخلي كل الظروف اللي يعني المحيطة بتخلي برمجة لغوية عصبية عندك م -م. أنه فعلا نصير اليوم بهي الطاقة وبهي الرواء وبهي الظروف الإيجابية يلي أنت بتحبيها بعكس لما بتكوني أنت متشامة بتلاقي م -م. أنه عم تجيبي الطاقة السلبية لحالك وبنفس الوقت في كتير انتقادات عم بتصير وبنفس الوقت انت عم تنفري اشخاص ايجابيين كانوا موجودين مثلا حواليك بيصيروا بيتركوكي او بيقولوا لك انه لا نحن ما بنقدر نشوفك اليوم او اجت النقاقة او بلا 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 فنحن كتير مهم نحب حالنا وما نعتمد على الاشخاص الاخرين ليخلونا نحب حالنا. نحن نعزز حالنا، نحنا نكافئ حالنا اذا انا نجحت بشيء معين، انبسطت بعمل انا عملته بمهمه انا عملتها، كثير حلو اني انا اجيب لحالي هديه بسيطه، اني كافئ حالي اقعد اشرب شيء بحبه او اكل شيء بحبه او جيب شيء لإلي انا بحبه لاني انا عملت هذا الشيء، ما استنى شخص خارجي انه هو يكون متحكم فيه بهي الطريقه. وتاكدي الاشخاص الاخرين لما بيشوفونا انه نحن تعلقنا فيهم ببلشوا يبعدوا او ببلشوا خلص يكون اطمن انه خلص انا صار صارت مثل الخاتم بايدي او صار مثل الخاتم بايدي ببلش هون يغير باسلوب التعامل لانه هو تملكك هون بالنهايه هون صار في استغلال هون صار في عندنا حاله نحن من التعلق العاطفي لشخص هو عم يستغلنا فانا كثير ضروري احمي حالي من هذا الاستغلال وابتعد عن هذا الشخص المستغل باني انا وقف هون واخذ قرار وامشي فيه لهذا القرار واعبر عن عاطفتي ومشاعري تجاه حالي تجاه الاشخاص الاخرين كثير حلو نتعلم نعبر عن مشاعرنا نعبر عن فرحنا سعادتنا غضبنا بطريقه صحيحه وخاصة لما نحن بنعرف فعلا شو الحاجة اللي جواتنا وقديش عم تمس التعبير اللي عم نشوفه أو الشيء اللي عم نشوفه قديش عم بمس حاجتنا هذا الشخص شو عم بيلبي لي لحتى أنا عم كون معه بهي الحالة خليني لبي أنا هاي الحاجة لما أما يكون عندي وعي لحاجتي وعي لمشاعري انا بقدر اشتغل بطريقه صحيحه تمام دكتوره ومثل ما حكيت يعني لما بنكون اشخاص ايجابيين حتى لو صارت معنا مواقف مزعجه م -م. خلال النهار بنصير نتعلم نقدر نتعامل معها لحتى يعني بطريقه ايجابيه نوعا ما وما نخليها تاثر علينا مثل لما بنكون اشخاص سلبيين نفس الشيء لما بدنا نتعامل مع الاشخاص لما بدنا نعطيهم مشاعر هي المحبه كثير مهم الكلام اللي حكيتيه دكتوره نحن وقتنا قرب انه يخلص بدنا منك كلمه او نصيحه اخيره لكل حدا عم يحضرنا أه بدي أقول لكل شخص عم يشوفنا وعم يحضرنا أه خلينا نحب حالنا أه لنقدر, طيب. لنقدر نعطي الحب خلينا نقدر حالنا لنقدر أه نعيش صح ما نستنى الأشخاص الآخرين يقدرونا أو يقدروا الأشياء اللي عم نعملها أو يحبونا خلي الحب يطلع مننا لأنه بالنهاية صناعة الحب هي من ذاتنا من جواتنا تنبع من داخلنا شكرا كثير لك شكرا كثير لك دكتوره ولكل المعلومات اللي قدمتي لنا يعني. كل الحب لك شكرا لك مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم انطرونا الاسبوع القادم بنفس التوقيت مع حلقه جديده ومواضيع مختلفه الى اللقاء